بسم الله الرحمن الرحيم. في حقا أنا سعيد جدا أن نكون نشارك في هذا الملتقى اللي هو بالفعل فعالية شبابية وطنية. الشكر لشبيبة العدالة والتنمية، الحرص ديالها دؤوب على أنها تعقدها مثل هذه اللقاءات بشكل راتب، تستثمر فيه معطيات اللحظة في التواصل عن بعد، وفيه القيام بالواجب الأساسي المنوط بالشبيبة اللي هو التأطير والتكوين والإغناء ديال النقاش السياسي الوطني في هذه اللحظة الحاسمة والحيوية والحرجة اللي تمر منها العالم وتتمر منها بلادنا بسبب ظروف الجائحة من جهة، ثم حجم الاستحقاقات الكبيرة اللي مفروض أنه تنستقبلوها في هذه السنة والسنة المقبلة، بما فيها سؤالين كبيرين. السؤال الأول هو سؤال النموذج التنموي، والسؤال الثاني هو سؤال الانتخابات بما هي اللحظة تتجلى فيها الديمقراطية اللي مفروض أنها تكرس المسار الديمقراطي الواعد الوطني. طبعا افتقدنا الأجواء الحماسية للقاء مع مئات ألوف شباب ديال العدالة والتنمية، التواصل معهم والنقاش معهم، التفاعل مع استدراكاتهم وانتقاداتهم وربما حتى مواقفهم، ولكن تنظن بأن استثمار تقنية التواصل عن بعد تعطي إمكانية للتواصل مع جمهور أكبر، وهذا واحد الدور من بين الأدوار المهمة لشبيبة العدالة والتنمية تقوم بها، بإزاء الشبيبات وإزاء المكونات المجتمع السياسي والمدني اللي منوط بها الآن كيف ما قلت أدوار مهمة، جزء منها التأطير ديال المواطنين والتحسيس ديالهم إزاء هذه الاستحقاقات.